حياكم الله إنما كنتم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ارتفاع صادرات العراق النفطية لأمريكا إلى 247 ألف برميل يوميا خلال الأسبوع الماضي. قالت الإدارة إن متوسط الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي من 9 دول بلغت 4,863,000 برميل يوميا، منخفضة بنحو 243,000 برميل في اليوم عن الأسبوع الذي سبقه، مضيفة أن صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت 247,000 برميل يوميا الأسبوع الماضي، مرتفعة بمقدار 99,000 برميل يوميا عن الأسبوع الذي سبقه، والذي بلغت الصادرات النفطية لأمريكا فيه 148,000 برميل يوميا. أعلن صندوق النقد الدولي أن الإيرادات غير النفطية للحكومة في العراق بلغت 4.7% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022. وبحسب الصندوق فإن هذه الإيرادات ارتفعت عن عام 2020 وانخفضت عن عام 2021، حيث كانت 8% من إجمالي الناتج المحلي. وتوقع الصندوق أن ترتفع قيمة الإيرادات غير النفطية من الناتج المحلي الإجمالي في العراق لعام 2023 لتصل إلى 5.2%، إلا أنها ستعود للانخفاض في عام 2024 لتصل إلى 5.1%. انخفضت قيمة الدينار أمام الدولار في البورصة الرئيسة في بغداد وفي المحافظات الشمالية. وسجل الدينار في بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد 1462 دينارا مقابل الدولار الواحد، فيما كانت الأسعار صباح أمس السبت 1460 دينارا مقابل الدولار. هذا وسجل الدينار أمام الدولار في محال الصيرفة في أسواق بغداد 1472 دينارا للمبيع و 1452 دينارا للشراء. وفي أربيل سجل الدينار أمام الدولار 1470 دينارا للمبيع و 1469 دينارا للشراء. أعلنت البورصة المصرية بيع 10% من أسهم الشركة المصرية للاتصالات في السوق الثانوية بقيمة إجمالية وصلت إلى أكثر من 120 مليون دولار. وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد وافقت لوزارة المالية باعتبارها المساهم الرئيس في الشركة المصرية للاتصالات على بيع 10% من أسهم الشركة في البورصة. وعقب تنفيذ صفقة البيع فإن حصة الحكومة المصرية في المصرية للاتصالات انخفضت إلى 70% بعدما كانت 80%، فيما يجري تداول النسبة المتبقية في البورصة. وفي خبرنا الأخير، اتخذت الصين خلال الفترة الماضية خطوات حثيثة لتأمين الغذاء لديها خوفاً من اندلاع صراع عسكري أو تغيرات مناخية تؤثر على سلال إمداد الحبوب. وجاءت هذه الإجراءات بعد أن أصبحت الصين أكبر مستورد زراعي في العالم، مضغوطة بشكل متزايد لتحسين الاكتفاء الذاتي وسط التوترات الجيوسياسية المتزايدة في الولايات المتحدة الأمريكية. وأعربت بكين عن مخاوف متزايدة بشأن الأمن الغذائي خلال السنوات الأخيرة، حيث وصف الرئيس الصيني الزراعة بأنها قضية أمن قومي ذات أهمية قصوى وسط تدهور العلاقات مع الولايات المتحدة وحلفائها كونها موردة زراعية رئيسة للصين، وفي مواجهة تقلص الأراضي الصالحة للزراعة والصدمات المناخية. ولنا هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.